السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، إخواني في الله وأخواتنا في الله، طبعا إحنا الوقت في موقف خطير جدا جدا جدا. إحنا الوقت بنتكلم مع شباب الفيسبوك، وما أدراك ما شباب الفيسبوك. شباب الفيسبوك اللي غيره أكبر نظام ديكتاتوري في مصر، شباب الفيسبوك اللي الوقت ربنا سبحانه وتعالى يعني رافع سمعة مصر في العالم كله بسبب يعني ثورة 25 يناير اللي هم كانوا شرارتها، أو عايزين نسميها بقى اسم تاني، معجزة 25 يناير. أنا قاعد مع ناس الوقت مش قليلة يا شباب، قاعد مع ناس يعني انا مؤمن بالطاقة اللي جواها قد ايه، قاعد مع ناس عملت ثورة من اكبر ثورات التاريخ، يمكن اكبر ثورة بعد الثورة الفرنسية في العصر الحديث كله، ان لم يكن باذن الله سبحانه وتعالى هتبقى اكبر منها كمان ان شاء الله. انا في البداية برحب بكل اعضاء الصفحة يعني بتاعتنا دهيت www.facebook.com/دكتور حازم شومان. يعني في صفحات تانية يعني برضو معمولة ليا من شباب يعني ربنا يبارك فيهم، إيجابي جدا وربنا يوفقهم يا رب. وأنا يعني بقول إن كل الصفحات دي يعني برضو يعني إخواني وأحبابي وكل حاجة، ولكن أنا الفترة دي بحاول بس إن يبقى فيه يعني صفحة معينة رسمية، وكل الصفحات إن شاء الله كلها تجمع ونبقى كلنا حاجة واحدة بإذن الله، والأدمنز بتوع كل الصفحات يدخلوا معنا أدمنز، ويبقى إيه يعني إن شاء الله بإذن الله نقدر نعمل حاجة نوصل منها صوتنا للناس. فيسبوك دلوقتي بقى يعني بقى منبر كبير، وبقى حاجة يعني مهم جدا 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 ان احنا نتواصل مع الشباب ومع اخواننا واخواتنا اللي فيها. انا بشكر برضو الادمنز بتوع الصفحة بتاعتنا هنا هوت، بشكرهم على المجهود اللي قدموه من اول ما بدأت الصفحة. بشكر يعني اخواننا واخواتنا اللي كانوا عاملين صفحة عودة الدكتور حازم شومان الى قناة الرحمة، كانت لفتة جميلة ولفتة فيها وفاء ولفتة فيها تواصل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول هو الذي يسيركم، ما حدش عارف يا جماعة احنا امبارح كنا فين والنهاردة فين وبكرة فين وبعده فين. احنا بتوع دعوة الى الله، بتوع دعوة الى الله، يعني مركب الدعوة ركبنا وبنرسى كل يوم على السفينة وبنقول على 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 شط وبنقول رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. احنا بنشكر جميع اعضاء هذه الصفحة من اخواننا واخواتنا، ربنا يبارك فيكم جميعا. بنشكر برضو صفحات مهمة قوي 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 يعني رفعت راسنا ويعني ايه يعني ردت علينا في الايام اللي فاتت ديت. انا سلفي وما بعضش، انا سلف ومش هخطف حد النهارده، منتقبه معقده لا، يعني الصفحات ديت كلها وصفحات تانية جميله بصراحه ودمها خفيف. وان شاء الله يعني باذن الله سبحانه وتعالى حلقه قناه الرحمه اللي جايه غالبا ان شاء الله تبقى سلفوبيا باذن الله سبحانه وتعالى. احترس انا سلفي او احترس انه سلفي، يعني عشان يا اخوان ان طلع علينا اشاعه الوقت ان احنا اللي كسرنا مناخير ابو الهول، فكل واحد بقى اللي مخبي مناخير ابو الهول يطلعها، لان الموضوع دلوقتي بقى بيخص الحضاره الانسانيه والتراث الانساني، يعني الموضوع ما عادش بيتعلق بفرد، ده بيتعلق بابو الهول. فاحنا طبعا بنقدم اعتذار لابو الهول احسن ايه احسن حد يزعل ولا حاجه. يعني اخواني في الله، واحنا في بدايه يعني تواصلنا مع بعض من خلال الفيسبوك ومن خلال الصفحه دهيت، يعني في استفسارات كتير بتيجي، في ناس بتقول يعني بنحبك في الله، احبكم الله الذي احببتموني فيه. يعني انا بحبكم يا اخواني قبل ما تحبوني، ويعني يعلم الله سبحانه وتعالى يعني الدعاء بيضحوا قد ايه عشان الدين يوصل للشباب، ربنا وحده اللي يعلم. بيجوا على يعني يعني حاجات اساسيه في حياتهم قد ايه عشان الدين يوصل للشباب. انا اخوك وحبيبك، انا اخوكي، انا مش جاي ان انا اجلدك، انا جاي ان انا احضنك واقول لك انت ليك اخ، نفسه انك تبقى انجح انسان في الدنيا وفي الاخره، نفسه انك تبقي انجح انسانه واسعد انسانه في الدنيا وفي الاخره. احنا يا جماعه بندعو الى الله، مش جاي احطك في اختيار ما بين ربنا وما بين مشاعرك، ما بين الدين وما بين انك تبقى انسان نفسك تحب وتتحب. انا نفسي انك تعيش اسعد انسان في الدنيا وتبقى افرح انسان بشربك من ايد النبي عليه الصلاه والسلام على الحوض. احنا يا جماعة عايزين نبقى انجح ناس
دنيا ودين. لازم نبقى أنجح ناس في الدنيا وفي الدين. الشباب اللي بيسألوا على يعني قضية فلسطين والانتفاضة الفلسطينية يوم 10/4، وهل نعمل فعلا يعني شيء من ضروب الاعتصام أو المقاطعة بسبب إن بيتقال لنا الوقت إن يعني الصفحة بتاعتنا اتلغت؟ طبعا يا جماعة إحنا بنتضامن مع أي مجهود بيبذل من أجل عودة المسجد الأقصى، وبنقول إن يعني أي مجهود على أي مستوى مشروع لهذه الأمة اللي أطفالها ضربوا بقنابل الفسفور، ضربوا بقنابل الفسفور في غزة، وإحنا شفنا انتقام ربنا من رئيس مصر اللي سكت على ضرب أطفال غزة بالفسفور، واللي سكت على ذبحهم وعلى ضربهم بالطيارات أمام سكوت العالم كله. شفنا انتقام ربنا منه لما عمل الحاجز بالخرسانة والحديد المسلح عشان ما يوصلهمش أي رحمة من رحمات البشر. شفنا في النهاية ربنا عمل فيه إيه. ما تستبعدوش إن ده انتقاما بسبب ده، ما تستبعدوش ان ده انتقاما بسبب ده. يا جماعة ما ينفعش ان احنا نسكت، سكوتنا ده ضد دين ربنا. لازم نتكلم، لازم ننصر اخواننا بكل ما نستطيع من قوة ومن طاقة، كل واحد ينصر اخوانه بكل ما يستطيع. مسألة الاستفسار برضو عن التواجد على الصفحة، انا يا اخواننا عملت الصفحة دي مش عاملها ديكور، مش عامل الصفحة دي عشان يبقى دكتور حازم شمال له صفحة على الفيسبوك، لا نهائيا. انا عامل الصفحة دي عشان فعليا احط ايدي في ايديكم، عشان فعليا يبقى لينا دور ايجابي في انقاذ شباب مصر وانقاذ بنات مصر وانقاذ شباب المسلمين وانقاذ اي حد نقدر ان احنا نوصل له رسالة الدين في الدنيا كلها. الصفحة دي صفحة حقيقية، انا ناوي باذن الله سبحانه وتعالى ان انا اتواصل معاكم وان انا ادي ليها دروس خاصة بيها وان انا يبقى ليا فعلا تواجد حقيقي عليها، بل ان يبقى في اوقات معينة وان كانت هتبقى قليلة الا ان ده المتاح بالنسبة لي، لان ممكن في اليوم الواحد يبقى عندنا 4 ندوات من جامعة الكلية لمؤتمر لندوة لنادي يعني. فإخواني احنا الوقت الفترة فعليا ربنا يعلم الازدحام اللي فيها، ولكن انا هحرص ان شاء الله ان يبقى فيه وقت ارد فيه عليكم حتى هدفيا باذن الله سبحانه وتعالى، بل انا بفكر ان يبقى فيه فرص ان احنا نلتقي فعليا على ارض الواقع، ولكن يعني ربنا يسر ان شاء الله. بالنسبة لمواعيد الندوات واللقاءات هتلاقوها موجودة عندكم على الصفحة باذن الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لل يعني موضوع الايميلات اللي بيوصل، الايميلات بتوصل يا اخواني ان شاء الله، ويعني ان شاء الله باذن الله يعني هيرد عليها. بالنسبة للاستفسارات برضو باذن الله هتوصل باذن الله سبحانه وتعالى وهيرد عليها يعني قدر الوسع باذن الله سبحانه وتعالى. ارقام الموبايلات عندكم، ارقام افتح لقلبك، ارقام التواصل كلها باذن الله موجودة على الصفحة. يعني انا الكلمة البسيطة ديت بقول لكم انا يعني المفروض ان احنا فرحانين ببعض، والمفروض ان احنا يعني كلنا ايد واحدة وكلنا حاجة واحدة. مش عايزين بقى الايه موضوع بقى نعم وموضوع لا وقالوا وقلنا وعملنا. يا اخواننا احنا عايزين نسمع بعض، عايزين نمد جسور حقيقية ما بيننا وبين بعض. الصفحة دي انا عاملها اساسا من اهدافها مد جسور مع اي حد عايز نتواصل مع بعض، مع شباب من شباب الثورة، مع شباب، مع اي حد من اي اتجاه يريد ان هو فعلا يعني نقعد ونتواصل ونشوف احنا ممكن نخدم ديننا بايه. لان انا عارف ان كلنا مسلمين، كلنا مؤمنين، كلنا موحدين بالله، كلنا مع شرع ربنا. ممكن يكون في حد خايف مش فاهم يعني طب شرع ربنا يطبق ازاي، طب تساؤلات، ولكن في النهاية يعني احنا كلنا مؤمنين وموحدين بالله وعايزين يعني نزق بلدنا لقدام، وعايزين ربنا سبحانه وتعالى يجعل دين الاسلام ده اعز دين في الارض كلها. يعني انا اخواني يعني من هذا المنبر الهم جدا منبر الفيسبوك يعني بدعوكم جميعا باذن الله سبحانه وتعالى ان كل واحد منكم يبقى انسان ايجابي. انا مش عايزك تدخل وخلاص، تدخل لانك بتصحى من النوم بتدخل على الفيسبوك وخلاص، وهي تصحى تدخل على الفيسبوك، لا، انا عايزك تدخل ويبقى ليك رأي ويبقى ليك تعليق على كل حاجة بتقراها وبتسمعها، وتعلق وتدي رأيك وتنصر دينك، ويبقى ليك موقف حقيقي عملي، موقف عملي. الكلمة منك غير الكلمة مني، الكلمة مني لما انا بقولها خلاص واحد داعية وبيتكلم في الدين طبيعي، انما الكلمة منك انت والكلمة منك انت لا، ده الشباب، ده نبض الشباب، ده نبض الشباب اللي انتوا منسوب ليكوا الثورة يا شباب، انتوا اللي منسوب ليكوا الثورة، وانتوا اللي بسببكم قيادات العالم قالوا الشعب المصري اعظم شعب في التاريخ، وقالوا ان الثورة دي تدرس في المدارس، وقالوا ان عمرنا ما شفنا شعب بيقوم بالثورة وبيكنس الشوارع بعدها،
وقالوا قالوا قالوا كنت انتوا السبب. الثوره دي منسوبه ليكم ولازم تحافظوا عليها، لازم ننتقل من انجاز لانجاز، لازم باذن الله، لازم باذن الله سبحانه وتعالى نحط ايدنا في ايد بعض كلنا، لان ما حدش هيقدر يشيلها لوحده. الثوره في خطر، وانا النهارده فعليا كنت بادئ يعني احضر كلمه لي يعني كل شاب شارك في الثوره. الثوره في خطر يا جماعه، ريحه الفساد بدات تطلع تاني، الثوره بتموت يا اخوانا، ولازم ناخد بالنا من هذا الامر. طب وانت يعني بتتكلم عن الثوره؟ انا بتكلم عن الثوره لان احنا كلنا كلنا نفسنا ان البلد دي تحكم بالحريه، كلنا نفسنا ان البلد دي تحكم بالعداله، نفسنا كلنا ان البلد دي يبقى فيها مساواه، نفسنا منظر الضابط اللي قاعد حاطط رجل على رجل ولابس نظاره شمس تحت شمسيه على الطريق ومخبر جاي يقول لك انزل كلم الباشا، عايزين المنظر ده يتشال. منظر اللي حاطط نسر بدل رقم العربيه ومفيم الازاز وماشي، يعني لو قتل واحد نروح نحاسب النسر بقى ان شاء الله، المنظر ده عايزينه يتشال. منظر استاذ جامعه عايز ابنه يبقى مكانه، منظر عميد كليه عايز ابنه يبقى مكانه، منظر رئيس دوله عايز ابنه يبقى مكانه، منظر مستشار في محكمه عايز ابنه يبقى مكانه، منظر كل واحد في البلد عايز ابنه يبقى مكانه. كلنا عايزين المناظر دي تتشال، كلنا عايزين المناظر دي تتلغى، كلنا دم الشباب كان ثمن الحريه اللي احنا فيها الوقت باذن الله سبحانه وتعالى. عايزين نواصل الثوره دي، ما ينفعش تموت يا جماعه، الثوره دي ما ينفعش تموت، الثوره دي مصيبه على كل واحد عايش على ارض مصر ان هي تموت. الثوره دي كانت هديه من ربنا لينا، عايزين نحافظ عليها، كان باب نور ربنا فتحه لنا واحنا في قمه الضلمه، عايزين ما تضيعش من ايدينا، كان باب رحمه ربنا رزقه لنا واحنا ما كانش لاي حد مننا قيمه في رايه ولا في قيمته. اللي يترمى في المعتقل يترمى، واللي يقتل من التعذيب يقتل، وفي النهايه ما حدش له قيمه في البلد دي. البلد دي رجعت بلدنا، رجعت بتاعتنا، رجعت لينا كلمه فيها، لينا راي فيها، لينا دور حقيقي في تنميتها وفي زقها لقدام. عايزين يا شباب لكم دور كبير معانا. انا بدعو يعني من خلال هذه الصفحه، الصفحه دي معموله عشان كلنا نتوب لربنا، نتوب لربنا. انت فكرك التوبه دي واجبه على واحد وواحد؟ لا، واحد التزم يقول لك ما توبش، واحده اتحجبت. لا يا شباب، التوبه كانت واجبه على محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام، التوبه دي واجبه علينا كلنا، كلنا نتوب، كلنا نرجع لربنا، كلنا نبقى ايد واحدة، ان الامة دي تطلع لفوق، وان الوطن ده يطلع لفوق. البلد دي احنا جيران فيها، مسلمين ونصارى جيران فيها، بقالنا 1400 سنة جيران، جيرة طويلة طويلة ممتدة. مش عايزين حد يفرق البلد ديت، مش عايزين حد يفرق ما بين مسلم قال نعم ومسلم قال لا، مش عايزين حد يفرق ما بين اي، ما بين سلفي واخوان. مش عايزين واحد يقول لك هم مين السلفيين دول بقى، مين السلفيين؟ انتوا السلفيين، احنا الشر بره وبعيد يا اخي، احنا السلفيين ازاي؟ هو انت حبيب قلبي بتقف طلطم في يوم عاشوراء وتقول يا حسين؟ لا، بتقف يا حبيبي حوالين البدا وتلف وتقول يا اشفين ابني؟ لا، انت مش عايز توصل للجنه ورا النبي؟ انت السلف يا حبيب قلبي، انت السلفي. مفيش حد في الدنيا ما هو السلفي، مفيش حد ناجح في الدنيا ما هو السلفي، لا يوجد نجاح الا بالسلفيه. ازاي الكلام ده؟ اللي مش سلفي ده يعني ده، طب انت بتقول الكلام ده ازاي؟ هو ينفع الطب من غير باستير وويليام هارفي؟ ما ينفعش طبعا، ده دول السلف بتوع الطب اللي الوقت التقدمات كلها بتوع نوبل على القواعد اللي حطوها، يبقى كل الدكاتره الناجحين سلفيين. طيب ينفع الفيزياء من غير اينشتاين ومن غير نيوتن؟ يا نهار ابيض، كان دكتور ويلي يعرف ان هو يعمل فيمتو سكند؟ كان لا يمكن. يبقى من غير السلف اللي عملوا المناهج لينا هنقدر ان احنا ننجح؟ كذلك اذا كان ده في الدنيا، ليه ده مش في الدين؟ اشمعنى مش في الدين الكلام ده؟ احنا كلنا سلفيين لان احنا كلنا عايزين ننجح، ولان احنا كلنا عايزين نطلع لقدام، ولان احنا كلنا عايزين ناخد خبره الاجيال الناجحه، الاجيال اللي فعلا يعني كانت انجح اجيال في هذا الدين، وان احنا يعني نقدر ننصر ديننا ونقدر ان احنا ديننا ووطننا وامتنا كلها تطلع لقدام. انا طولت عليكم يا شباب، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم وربنا ينزل الهداية على قلوبنا وقلوبكم جميعا، وربنا يستخدمنا من جنده المخلصين، ويستخدمنا لنصر دينه في الأرض، ويستعملنا ولا يستبدلنا. أنا بدعو كل شاب وكل فتاة، وما فيش حاجة يا جماعة الوقت اسمها أصل أنا التزمت أصل أنا ما التزمتش أصل أنا، إحنا كلنا كلنا بإذن الله محتاجين إن إحنا نتوب لربنا ونفتح صفحة جديدة كده مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يسددكم يا شباب، ربنا يحفظكم، ربنا يبارك فيكم.
ربنا ان شاء الله زي ما ثوره اصلاح الدنيا خرجت من الفيسبوك، ثوره اصلاح الدين، ثوره اقامه الدين، ثوره تحرير فلسطين، ثوره انقاذ اخواننا في غزه، ثوره انقاذ غير المسلمين من النار بدعوتهم للاسلام، ثوره دعوة كل الفتيات للحجاب، ودعوة كل الشباب للصلاة، ودعوة الأمة كلها للهداية والتوبة. الثورة الدينية دي لازم تخرج برضو من الفيسبوك إن شاء الله. عشان كده حرصنا على صفحة الفيسبوك، وعشان كده فريق الصفحة كله يعني جاي عشان يخدمكم وعشان يتواصل معاكم. وأي حد عايز يتواصل معنا الصفحة موجودة. ربنا يبارك فيكم يا شباب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله.